صبرت في عيالي يا ما صغرت بشوات. واحنا في زمن مادي وكله دام الجيب خلاص مليان كده خلصت الحسابات. يا ما قلبت اوجاع يا ما غيرت اوضاع يا ما رخصت غاليين يا ما بينت انواع يا ما فتحت ابواب يا ما قفلت ابواب يا ما خربت في بيوت يا ما طمعت بياع. ياللي الفلوس عمي عنيكو بتبصوا دايما تحتيكو ما تبعوش اللي شريكو وتبقوا منظر عرفاني. من كتر ما تحط علينا جربنا حظنا بيدينا ادينا بالهم رضينا والهم دايما مش راضي. احنا السبب في كل اللي بيحصل ده. احنا اللي جبناها لروحنا. كنا عملنا ايه عدل عشان الدنيا يتصلح حالها ولا العيلة تحب بعضها؟ استغفر الله العظيم. مالك يا زينب؟ مالك يا بنت؟ مروان! حيني حيني يا مروان! يا جريمة! مالك يا زينب؟ ايه ده حنان؟ مالك يا زينب؟ مالك يا حبيبتي؟ ها؟ زينب مالك؟ ليش بدك؟ اه يا زينب افتح الباب! هموت! افتح الباب! شد حيلك يا زينب! ليش بدك يا زينب؟ يا بنت مش قادرة اموت! لا كل بنت بتشوفها! افتحي يا عمتي! هموت! خش يا مروان! يا مروان الحالي! ناولني ناولني يا مروان! تعالي يا تعالي يا حبيبتي! تعالي يا حبيبتي! يلا يا مروان بس حبيبتي بس
انتي ايه اللي حصل لك؟ وقعتي ولا اتخبطتي ولا ايه؟ اسكت يا رب، شد حيلك يا اخويا، شد حيلك. يا رب اسكت يا رب. هنا هو هنا. حسن حسن يا ولدي ما بيردش. اكسر الباب. حسن ولدي، حسن 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 مش هنا، حسن مش هنا يا محرم. بقول لك ايه، انت العمدة وانت اللي مسؤول ترجعلي ولدي الليلة. تحت امرك يا باشا. اللي انت عايزه هيحصل يا باشا بالملي. ده البلد كلها تتمنى تخدمك. متشكر يا دكتور، ده جميل مش هنساه طول العمر. حقك هيوصلك لحد عندك بكره الصبح. اوامرك يا باشا. فهمت بالظبط هيعمل ايه بالملي؟ اكدت عليه انه هيقول لحسن ان مروان ورا كل حاجه. طبعا اكدت عليه. اطلع لجبريه بقى دلوقتي عشان هتولع البيت باللي فيه. ما تولع. الضنا غالي مش كده يا كريمه؟ طبعا يا فوزيه، احنا عايشين عشانهم. طب خلي بالك وتعالي نفكر نفسنا باللي نسيناه، يمكن ربنا يرحمنا ويرضى عنا. بذمتك ده وقت الكلام ده؟ ده وقته؟ اهو ده وقته. يمكن لما نقول يا رب، ربنا يرحمنا يا رب، يا رب وقف معاها وخلصها من اللي هي فيه. بقول لك ايه، عشان خاطري انا مش طايقه نفسي، عايزه اطمن على بنتي. كفايه بقى كفايه. دكتور دكتور الله يكرمك، زينب عامله ايه؟ طمني. خير يا امي الحمد لله، اطمني خالص. هي بس كل الحكايه انها محتاجه راحه شديده شويه عشان حملها صعب. ما تعملش اي مجهود، ويا ريت يبقى حد بات معاها الفتره اللي جايه دي. حاضر، انا امها ومستعده اختمها ورموش عليا. طب كويس. طيب معلش، اللي بطنها عامل ايه؟ والله يا امي اطمني خالص، الحمل كويس وزي الفل، ما فيهوش اي مشكله. بس طبعا لو اهتمينا، انت ست العارفين طبعا. حاضر حاضر حاضر. مروان، زينب زينب يا مروان. خلاص يا مروان. كنت خايف عليا مش كده؟ كنت مرعوب عليا ولا على ابنك؟ انت عندي اهم من اي حاجه في الدنيا دي يا زينب. انا مش مصدقك. انا عارفه ان عارفه ايه، انا ما عنديش غيرك في الدنيا دي. عارفه انا حاسس ان انا لوحدي مقطوع، كل واحد عايز ياخد مني حته. ليه الأفكار الوحشة دي يا مروان؟ هي دي الحقيقة. سمعت مرة قبل كده إن اللي بيحصل لنا هو اللي إحنا بنتمناه، يعني اللي جواه وحش هشوف الناس وحشة، عمره ما هيلاقي فيهم أي حاجة كويسة. سيبك من ده كله، المهم إن أنت زينة وزي الفل. أنا مش بلومك ولا بعاتبك، أنا عينك اللي أنت بتشوف بيها ولازم تصدقها. أنا حصل لي كده يا مروان، لما حسيت إن أنا حقي ضايع ولازم أجري وراه، شفت كل الناس وحشة، لدرجة إن أنا حسيت إن مفيش أي حد في العيلة دي كويس. اتضح إن الكلام اللي إحنا كنا بنتريق عليه وإحنا صغيرين طلع حقيقي. اللي بيكره حد بيدور على كل حاجة وحشة فيه عشان بس يثبت لنفسه إن هو صح، عشان ما يلومش نفسه ولا يعاتب على اي حاجه بيعملها. بس اللي بيحب عمره ما يحس بالخوف ابدا. انا كنت عارفه ان ربنا مش هيسيبني ابدا، وان البطن ده مش هيروح. عارف ليه؟
عشان انا شلت كل الوحش اللي جواي خلاص، بقيتش بشوفه غير حلو بس. طب هقول لك على حاجه، انا بحب امك. مستغرب ليه؟ ايوه مستغرب. اذا كنت انا اوعى تقول كلمه تتحاسب عليها في يوم من الايام. مروان اللي احنا فيه ده اختبار. طب ليه بتحبيها يا زينب؟ عشان شفت الحلو اللي جواها. كفايه ان هي جابتك الدنيا، كفايه انها جابتك عشان انا افضل عمري كله معاك. مش يمكن هي ما حستش بالحب؟ مش يمكن ما لقيتش اللي يطبطب على كتفها ويقول لها مالك؟ مش يمكن ما لقيتش اللي يسمع منها؟ هي ما لقيتش كل ده يا مروان، صدقني. صدقك يا زينة، صدقك. عبد الحكيم كان يسافر ويغيب أيام طويلة، وأنا الليل يعدي عليا أسود من الكحل، قاعدة لوحدي في البيت خايفة اللي ما في حد يقول لي مالك يا حزينة، ولا لاقي حد أتكلم معاه وأقول له إن قلبي واجعني من السجن اللي أنا فيه. كل الناس بعيدة عني، أبص حواليا ألقى دنيتي فاضية، وكل ما أسمع حس جنب البيت أقول عبد الحكيم رجع وجايب لي معاه حاجات حلوة وحيدخل دلوك. يقول لي يا بت تقلقيش ولا تزعل، أنا بسافر عشان أشتغل عشانك أنت والعيال، ده أنت حبيبتي يا بت. وأول ما الجهجه أنط أقف قدامه واستناه ياخدني في حضنه، طبطب عليا كل توحشتك يا جبرية، بس كان يبص لي كأنه شايف نار جهنم يخش عليه غضب ربنا، أحزن وقلبي يتقهر وأرجع أقول معلش الحمد لله دخلش عليا وفي يده مرة تقول لي دي مرتي ودول عيالي. يا أحيى كل دي شايلها في قلبك وساكتة. قلبي قلبي فيض يا حبيبتي زي المنخل، فيش حاجة تقعد فيه. وفي الآخر كمان جاب لي كريمة قعدها على قلبي ويقول لي هي تحكم وتتحكم، وهو مات وفاتها وأنا اللي قعدت، وحاخد بطاري منها ومنك يا عبد الحكيم حتى بعد ما مت. يا حبيبتي تعالي. شفتي يا فوزية بنتي قالت لي امشي، مش عايزاكي تقعدي، مروان هو اللي هيقعد معايا. ومال مش جوزها؟ وانا امها. بنتك بتحب جوزها وهي عايزاها جارة، وحد لاقي الكلام ده اليومين دول؟ مفيش. زينب دي ليها في قلبي معزة خاصة، أنا شلتها ببطني أشهر، أنا قلبي شافها قبل عينيا. تكسفني، زينب مش طايقاني،
مش طايقاني وانا شفت ده في عينيها. ما تكبريش الموضوع. بس هي عندها حق. هي ما شافتش اللي انا شفته ولا شربت من المر اللي انا شربته. انا كنت بحوش اللقمه من بقي والهدمه الجديده عشان البسها لهم. انا كنت بجري بيها في نص الليل على المستشفيات. كنت لما ببص في وشها وهي نايمه بدعي ربنا يفتح علينا ويكرمنا عشان نربيها كويس. عبد الله الله يرحمه كان بيرجع متأخر قوي من الشغل ومش قادر يفرد طوله. كان ياخدها ويشيلها كده تفتح عينيها وتضحك له. كنت بحس ان الدنيا كلها بتضحك لي وكنوز الدنيا كلها تحت رجليا. يا تقولي امشي مروان هو اللي هيقعد معايا. تعبتي قوي يا كريم. تعبتي دي كلمة صغيرة قوي. أنا سفيت التراب أنا وعبد الله عشان نعيش العيشة اللي كنا عايشينها. الفلوس ولا الضنا يا كريمة؟ الضنا عمر ما يتعود. عمر ما يتعود يا فوزية. طب ما واخداش بالك إنك حطيتي التنين في كفة واحدة؟ أيوة هي دي الحقيقة. شفتي أنت زعلتي كيف لما زينب قالتلك امشي وخلي جوزي هو اللي يقعد جاري؟ شفتي قلبك وجعك كيف لما حسيتي انها بعدت عنك؟ ساعتها بس افتكرتي ان هي اغلى حاجه عندك. هو ده المهم يا كريم، هو ده المهم. عارفه لو كنت خدتي بناتك في حضنك وخدتي عيالهم تحت باطك كنت بقيت اغلى حاجه في الدنيا. وبعدين ما انت عشتي كتير انت وعبد الله ما حيلتكمش حاجه وربنا رزقكم من واسع. صح ولا مش صح؟ كله راح، كله راح. لو تقصدي بكلامك ده ان انا اروح لجبريه دلوقتي واحب على رجليه بس حنيت بناتي ترجع لي تاني، انا ما عنديش اي مانع اعمل كده. ما عنديش اي مانع اعمل كده. ايوه يا ريتال، بكلمك من الصبح ما بترديش عليا ليه؟ جيت قعدت هنا في بيت خالي. لا ما انا جبت ناس كده وضبوا حاجات فيه وخليته زي الفل. هقعد هنا طبعا. امال هقعد فين؟ لا البيت الكبير ايه، انا ناقصه كفايه اللي انا فيه. بقولك ايه، ما تيجي تقعدي معايا شويه؟ طيب خلاص هستناكي بكره. ماشي، مع السلامه. تعبان كده ليه؟ جنابي جاي ده نار. نار لما تبقى تولع فيكي يا بعيدة. الحقني يا شيخ، الحقني، حرام عليك. الحق ده ايه؟ بتعنديني يا بنت؟ بتحط راسك براسي؟ الحقني يا شيخ، الحقني. اوعي. Oh.
القهوة. نادية. نعم. اقعدي. بقولك اقعدي. اتفضلي. اهدي. افتحيه طيب وانت تعرفي ايه اهدي. اسمك بقى ليلى محمد الهادي. واه بجد شكرا قوي. قولي لي انا عندي ايه مواعيد النهارده؟ حضرتك عندك ميعاد في مصر الساعه 5 لان الوفد الانجليزي هيوصل في المطار الساعه 4 وحضرتك لازم تكون في استقباله. طب ايه رايك تيجي معايا مصر تشوفي الشركه بتاعتي؟ ممكن كمان بعد ما نخلص شغل اخدك ونروح نتعشى بره، هديكي مكان عمرك ما شفتيه ولا تحلمي اصلا انك تشوفيه كمان. حاضر. يلا روحي. ايه الاخبار؟ مروان كلمني وعاوز يقابلني. قال لك عايز ايه؟ كل اللي قاله انه طلب مني محدش يعرف انه عاوز يقابلني وخصوصا حضرتك. طيب قابله وشوفه عايز ايه. اوكي. رجعت البيت زي الاول يا اردا. انت فاكره ايه؟ الله يرحمها بقى، لو كانت عايشه كانت رجعته كده احسن من الاول كمان. الله يرحمها بقى، هي ارتاحت من الهم والغم اللي احنا عايشين فيه. والله ناديه دي كانت متعذبه. هو انا ليه حاسه ان هي مش فارقه معاكي؟ مش مقصره فيكي يعني؟ يعني هي مقصره فيكي قوي يا ريتال. ده انت حتى ما جيتيش الدفنه بتاعتها. غصب عني والله. ما انت عارفه بقى، لو كنت رحت كانت بقت ليله. حاسه ما بيحبهاش، وامه ماشيه تقول في البيت ان هي اللي قتلت عبد الحكيم، واللي هيروح دفنتها تبقى بعدها على طول. انا مش فاهمه عزرائيل ده ما بيفتكرهاش ليه. نفسي امشي في جنازتها، كل ما افتكرها يا ريتال قلبي يتقبض واحس ان هي تمشي في جنازتنا واحده واحده. ايه مش عاجبك كلامي ولا ايه؟ هي ناديه دي مش ليها ورث طبعا. طب ايه، هنجمده ونقعد جنبه ولا ايه؟ مش المفروض ان هي ماتت وان احنا عيلتها؟ يعني المفروض نورث فيها، ولا انا بقول كلام غلط؟ لا طبعا كلامك كله صح. طب ما تخلصي لنا انت الحكايه دي. محتاج بقى حصر للتركه ونعرف ارضها منين لفين وكده يعني. فهمت. فهمتي ايه يا ريتال؟ مالكوا يا بنات كريمه؟ كل واحده فيكم عماله تتلون 100 لون. كل ما اتكلم مع واحده وشها يحمر وعينيها تروح منها يمين وشمال. ست زينب عامله لي فيها المصلحه الاجتماعيه. كيوت ما بتستحملش تشوف اي اتنين بيكرهوا بعض. وانت اقول لك ناديه والفلوس تقولي لي طيب حاضر، وعينك عماله تروح منك يمين وشمال. ايه اللي في دماغك يا شهد؟ مفيش حاجه في دماغي يا ريتال. لا في شكلنا اللي طلعت الهبده اللي في الاخر، اللي ضحيت بالجوازه الهباب اللي اتجوزتها دي، وقعت في قرعته هو وامه. لكن ورب الكعبه ان ما قلتي اللي جواكي ايه يا شهد لكون قلب الدنيا عليكي. ايه الكلام العبيط اللي انت بتتكلمي فيه ده يا ريتال؟ فيه ايه؟ هو انت مش كنت ناويه تقعدي في مصر؟ مش كنت ناويه تفتحي مكتب محاماه وتجري في اجراءات القضيه وتاخدي حقك وتخلعي؟ ايه بقى اللي خلاكي ترجعي تظبطي بيت خالك؟ ناويه تقعدي هنا؟ ناويه اقعد هنا، في حاجه؟ وليه بقى ناويه تقعدي هنا؟ وحشيتك قوي البلد؟ ايه اللي في دماغك؟ طب سيبيني ارتب اموري وبعد كده هقول لك على كل حاجه. لا يا روح ماما، انا معاكي اول باول. ما تساليش هيحصل ازاي؟ انا ما يهمنيش غير الاخر، الفاينل اللي هشيل الكاس والناس تسقف لي وتقول له برافو. انما اللعبه اللي انت بتلعبيها دي ما تهمنيش، اشبعي بيها. انا احب اجيب اجوان. دي ضربه جزاء في مقتل يا روح ماما. ايوه كده تعدلي. بتحب تاخدي على دماغك انت عشان تجيب اللي في بطنك. يا بنتي انا ما بحبش اقول لحد على اللي في دماغي عشان الحكايه ما تبص، لكن في الاخر احنا هيبقى معانا فلوس وفلوس كتيره قوي، وهنمسك البلد دي كلها من حديد، ومروان وامه بقى يقعدوا شويه على دكه الاحتياط. طب هاتي حضني بقى. كده عايشة. ايه يا دكتور؟ طمني. هو في الغالب مغص كلوي. خد الادويه دي هتريحك شويه على ما تعملي التحليل دي. ده كان تعب وقهر جوي، كنت هموت. هو دايما المغص الكلوي كده بيبقى صعب. ربنا يشفيكي. يا رب.
والله لولا اللي في بطني ولولا مروان ما كنتش وافقت انك تردني. والله احنا فيها مش عايزه تمشي مع السلامه، او اوصلك واسيبك وارجع اقوله انك مش موافقه عادي، ما عنديش مانع. انت مال كلامك ماسخ ليه كده وعمال ترمي فيه زي الدبش؟ ما تقول كلام زين. والله يا بنت الحلال هسمع منك كلام كويس، هسمعك لسانك هيقلب، وهسمع منك كلام ملوش لازمه، مش هتلاقي غير الدبش والطوب والزلط. مش يمكن بتجلى عليك؟ بتجلى عليك؟ لا يا فوز، انا عارف امتى كويس قوي انت بتدلعي وامتى لسانك بيحدف رصاص. بص يا بنت الحلال، محروس بتاع زمان اللي كان بيلحس جزم ده خلاص راح وما عادش راجع. انت جبت العربيه دي منين؟ انت مالك؟ مأجرها يا ست. اركبي اركبي عشان اوصلك بدل ما تتمرمطي في التاكسيات. اسم الله عليك. اسم الله عليك انت، اركبي بتجلع. ممكن تديني 5 دقايق اغير هدومي واجي معاك؟ خليك انت يا حماتي. يا حبيبي انا عايز اجي معاك المستشفى. هي طالعه النهارده. ايه طالعه النهارده؟ لما هي طالعه النهارده واخد شنطه الهدوم دي كلها ليه؟ ايه عشان لما تطلع تغير هدومها. حلو قوي، يبقى انا لازم اجي معاك. معلش خليكي. اقول لك اظبط الدنيا واعملي شويه وكله حلوين قبل ما اجيبها واجي. يبقى زينب قالت لك ما تجيبش ماما معاك صح؟ زينب ما قالتش حاجه. انا مش عارف البنت دي زعلانه مني ليه؟ هو انا كنت عملت لها حاجه يا مروان؟ قول لي انت بقى. ما حدش عمل لحد حاجه، انا خايف عليها. مش عايز حد يدخل عليها لحد ما اجيبها واجي. انت خايف عليها مني؟ ده انا امها يا ابني. يا ست عشان خاطري سيبيني اعمل اللي في دماغي. ماشي يا مروان. طب قول لي بقى، هتفضل سايب حسن في الحبس كده كتير؟ ماله حسن؟ مش عايزك تجيبي سيرته على لسانك. واي حد في العيله دي طلع بره البيت مات الله يرحمه، ملوش رجعه تاني. اوعي تيجي. لا مش حاجه. اطمنت يا دكتور نبيل ان انا كلمتي واحده؟ اطمنت طبعا، انت تؤمر يا باشا، احلامك اوامر. المهم عندي انك انت تفهم حسن ان اللي دخله هنا اخوه مروان، وعايزك طول الوقت تفكره بالحكايه دي. بسيطه يا باشا، وهي دي مشكله. المهم انت عايزه يخرج ولا يقعد هنا على طول؟ لا طبعا عايزه يخرج، بس يخرج على مزاجنا احنا عشان احنا محتاجينه. انا المهم عندي انك طول الوقت تفهمه ان انا الوحيد اللي اقدر اقف جنبه واساعده. فهمت؟ فهمت يا باشا. وقت ما تحب يخرج قول لي وانا اخرجه. بس ده كلام جديد يا باشا، وانت كلك انسانيه. 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 انا محضره، عامل حسابي. ربنا يخليك لينا يا باشا، انت كلك انسانيه. خد بالك من اللي قلته لك. ماشي، انت تؤمر يا باشا. بسم الله الرحمن الرحيم. قولي يا زينب. مش عايزه، مش طايقه ريحتها. معلش عشان خاطري. لا مش معلش، وبعدين انا خلاص بقت كويسه بقى، خرجني من هنا. هنخرج نيجي للدكتور ونطمن، وبعد كده نطلع طوالي. ايوه انت فين؟ طب انا جاي لك. مع السلامه، عندي ميعاد اخلص واجي لك. إيه. انت ايه اللي جابك؟ مش قلت لك ما تجيش؟ انت مش نفضت لي ونزلت؟ انت اللي قلتي انها تيجي؟ مش قلت ما تجيش؟
فين يا زينب؟ لا يا ماما بالعكس والله، انا بس ما كنتش عايزاكي تشوفيني وانا يعني تعبانه كده وتتضايقي. النبي ايه؟ وجعتي قلبي تصدقي؟ انا غلطانه بس اعمل ايه بقى؟ الام ام، عملت لك الاكل اللي بتحبيه عشان انا عارفه عمرك ما هتاكلي اكل المستشفى. عايزاكي تاكلي وتتقوتي كده وتجمدي ولي العهد. ماما هو انت مبسوطه عشان انا هخلف ولا مبسوطه عشان هو يبقى ولي العهد؟ هتفرق في ايه يا زينب؟ يا ماما يا اختي بلا ماما بلا بابا. كلي يا حبيبتي عشان الواد يطلع جامد ويعرف يقف في ظهر ابوه. كلي. خدي يا انفا، خدي وانت اتشفطتي كده. عامله ايه؟ كويسه؟ الحمد لله. صحيح ما كنتش عايزه ناجي؟ مين قال الكلام ده يا ماما؟ كلي. نورت البلد. منوره بيك يا باشا. انت لو مش غالي عليا انا اصلا ما كنتش جيت. ليه يا صبحي؟ يعني مهدي بيه لو عارف ان انا جاي قبلك من ورا منه ما اعرفش ايه اللي ممكن يحصل. نتغدى الاول وبعدين نتكلم. لا يا راجل غدا ايه، انا مش هقدر استنى كتير. بس قولي الاول انت كنت عاوزني في ايه؟ انا عاوزك تظبطني مع الرجاله. رجاله؟ انه رجاله؟ انت فهمتني غلط ولا ايه؟ الرجاله اللي في الجبل. برضه مش فاهم. انا عايز البلد دي كلها تبقى تحت يدي. مش هيحصل ده الا اذا البلد خافت وكشت مني والرجاله تبقى معايا، ولا قوله يبقى سيف على رقبهم. لا يا مروان باشا. سامحني ما اقدرش. ليه يا صبحي؟ يعني انا لو كلمت حد من الرجاله وراح بلغ مهدي بيه انا مش عارف ممكن ايه اللي يحصل. صدقني محدش هيعرف الموضوع ده خالص. بتفهمني بقى الليله ماشيه ازاي وانا فين منها؟ في المكان اللي تحدده وتختاره، المهم ان البلد دي تقوم وتقعد وتعرف ان مروان هو اللي حاميها، ومن غيره الدنيا دي توقع. طب لو وقعت انا بقى يا حلو ومهدي بيعرف كل حاجه، مين اللي هيبقى ورايا؟ انا رقبتي سداده. رقبتك؟ انت رقبتك اصلا مش هتبقى على كتفك. بس اسمع، الدنيا دي مغامره وانا هغامر معاك، بس عارف لو غدرت بيا مش عارف ممكن ايه اللي يحصل. عيب يا صبحي، عيب تقول كده. ماشي يا مروان باشا، هنشوف بالاذن. ده اشرب الاول شويه شاي. ماشي يا باشا. ولا يجيب لك بلحتين؟ لا لا مالوش لزوم نشرب شاي. يلا يلا. إذا أطلع من هنا طلعولي من هنا. يا مروان بيه الباب مكسور من بره، يعني اكيد حد كسر الباب وطلعه. روح روح. ايه عيان ولا حاجه؟ لا بخير وصحته عال، انا العيانه شوي. الف سلام عليكي.
حسن فين يا سي مروان؟ ما عرفش هو فين. البلد كلها عارفه انك انت اللي حابسه. ممكن يكون طلع راح للريتال ولا حاجه. حسن طيب يا سي مروان، امك راكبه دماغها، اختك محسسه ان هو اللي بيجي لهم من بعد ما انت تخليت عنهم. لازم تحط ده في دماغك. اخوك معرفش يعمل ايه، يبقى معاك ولا مع امك. قلبه بيقول انه لو بعد عنها هيبقى مين ليها تاني، وهي عارفه ان حسن بيحبها ويخاف عليها. عايز يحس انه مسؤول وانه يقدر يحميها حتى لو الدنيا كلها استغنت عنه. ما تسيبوش يا سي مروان، اوعى تعديه. انا عارفه انك ما بتحبنيش وانك كارهني، وعارفه ان انا زي العرسه اللي دخلت بيتكم غلط، بس معلش اتحملني شوي. كريمه وبناتها عايزين اللي يكسر سمهم. اعملي قهوة. في زمن الجشع